إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. صلى الله وسلم عليك يا مولاي يا رسول الله وعلى آل بيتك المعصومين المظلومين. السلام عليك يا مولاي يا أبا عبد الله، يا رحمة الله الواسعة، ويا باب نجاة الأمة وسراج الظلمة، وأبا الأئمة غريب يا مظلوم كربلاء. تلك الوجوه المشرقة كأنها الأقمار تسبح في غدير دمائي. خضبوا وما شابوا، وكان خضابهم بدم من الأوداج للحناء. أطفالهم بلغوا الحلوم لقربهم شوقا إلى الهيجاء إلى الحسناء. ومغسلين يا ويلي عليهم، ومغسلين ولا مياه لهم سوى عبرات ثكلى حرة أحشائي. أصواتها بحت وهن نوادب يندبن قتلاهن بالإيماء. ذيج الأقمار اللي بمنازلنا يزهروا، والليل كله من العباد ما يفتروا. سبعة وعشرة فارقتهم كلهم غصون في فرد ساعة، وسدوهم حر لترا. انت لو شفت جسم اللي على المسنات مطروح، وذاك الشباب اللي صباح العريس مذبوح، بعد لو شفت الأكبر ما لمتني بكثرة النوم. ما خلت لنا كربلا شيخ ولا بعيني نظرت حسين بيد الطفل منحوت، وام الرباب تعاينه ودمومه تفوت،
وقلوبنا فتها بونينا وعانه الدموع كل ما طلع منا بدر بالمعركة غاب، لكن مصيبة اللي هي جات حزني علي أنا عاينت صدر حسين تحت الأعوجي بعد حرقة وخيمنا وركبا وزينب مطية شحكي يا ابو حمزة شعدد منها لمصا وويلا يقل لي يا شبل المصطفى ورب السيادة انتو صار القتل لكم يا هل هالبيت وانتو كرامتكم من الله الشهادة معود على كثر المصايب يا ابن الأطياء يلا ما نكست راسي لجل ذبح الصنادي. أكو بعض شباب ما تبكيهم اللي دخلت زينب على يزيد. ما نكست راسي لجل ذبح الصنادي ترى ما قصروا بالغادر يا زلزل البيت لكن نكست راسي دخول زينب امر لله لا حول ولا قوه الا بالله عليه توكلت واليه انيب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور آمنا بالله صدق الله مولانا العلي العظيم. نظرتان لواقع هذه الحياة، أكو نظرة الظاهر عبر عنها القرآن بنظرة الملك يعني المادة الدنيا الطبيعة، وبالمقابل أكو نظرة باطن سميها ملكوت مأخوذ من قوله تعالى فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء، يعني حقائق بواطن الأشياء. إحنا مشكلتنا في هذه الحياة الدنيا أننا لا نرى إلا ظواهر شكليات بس، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. ما نشوف ولو نلبس هاي نظارات دنيوية مادية ما تنفع، يحتاج أن نستبدلها بنظارات ملكوتية تكشف لنا عن حقائق وبواطن الأشياء. فإذا نظرنا لواقع هذه الحياة بنظرة الظاهر نراها دار بلاء، شقاء، غصص، نكد، هموم، مشاكل، نوايب تندك على رؤوس العباد ليل نهار إلى درجة واحد مل من حياته ويكره دنياته من يشوف المآسي قدامك كل أخيرة طلع فيها من دنيا. وبالمقابل إذا نظرنا إليها بعين الباطن تشوفها لا والله إلا الدنيا زينة فيها خير صلاح، بل يكره للمؤمن تمني الموت، مو زين، يستحب أن تدعو له بطول العمر كل ما عاش أكثر ازداد في الطاعات
إنما طريق الجمع بين هاتين الطائفتين من الروايات باختلاف اللحاظ. تلحظها بظاهرها ما تسوى. أكو رواية جدا غريبة أنا كثير أتأمل فيها، تقول الخير في باطن، من داخله من أعماقه. وش هالكلام هذا؟ يقدر الحين واحد شباب يقوم يشرح لنا معنى هاي الكلمة؟ هذه السنة قرآنية، ما ضاقت إلا وفرجت وإن بعد العسر. فيها يسر، خير، صلاح، ألطاف. شوف حكمة ربك، هالمشيئة الإلهية. الضيق الضيق وتنفرج من وين ما تدري، بس مشكلة ما نشوف. فلذا نجزع، ما نتحمل، سريع ما ننهار. من نشوف واحد دايما يشكك، يتهضم، يتحلطم، اعرف أنه ضعيف الإيمان. لو كان عنده إيمان قوي، مؤمن ما يتدمر أبدا، لا يعرف منطق اليأس والقنوط والتراجع. عنده مثابرة، حيوية، نشاط، لأنه يوقن أن مقاليد الأمور كلها بيد الله. بس ما نشوف، لا نعرف حقائق وأسرار وبواطن هذه المشيئة الإلهية، بل قد تخفى حتى على بعض الأنبياء. من أولي العزم؟ أزيد من موسى عندك؟ خفيت عليه، ما تحمل، كاد أن ينفجر. يقول لي تعال، انت ايش سويت؟ وش هالبلوى هاي؟ شباب وش حالاته؟ يمشي في حال سبيله، هذا تقوم تقتله؟ أقتلت نفسا زكية بغير نفس؟ قال يلا مشي، هذا فراق بيني وبينك، ما شارطين عليك، لا تتحجج، أنا مو كيفي. هاي أوامر تنزل، عبد أنا ممتثل لأوامر الله. شلون يعني؟ الله مآمر عليك تقتل هالولد هذا؟ بعد جدار وسكتنا، سفينة وسكتنا، لكن هالبلوى هاي كيف تقبلها؟ يوم بعدين كشف لي عن أسرار القضايا، قال ها هالشكل أنا اللي ما دريت. يعني هاي السفينة قال وراهم ملك يأخذوا كل سفينة، احنا قلنا نعيبها يشوفها يعوفها، اكو نجيناهم خلصوا من جور ذلك الملك، ولا كان حوش عليها كلها. اي والله خير ما صنعت، انت نفعت الاوادم. هاي اللي ظاهرها بلية، في عمقها الخير والصلاح لهم من حيث لا يشعرون. وهذا جدار قال تحت كنز يتامى، أراد ربك أن يكبر هؤلاء اليتامى فيأخذوا كنزهم قبل أن يتهاوى الجدار فيعثر عليه أحد غيرهم. إيه والله أنت لو قايل لي أنا ما دريت فيها شيء حتما. وهذا غلام أخو لا تسائلني، ما مطلع على سار مشية، لكن ثق وتيقن أخي المؤمن، لو يكشف لنا عن بصائر قلوبنا وتعرفنا على حقائق بلايانا وما أعد لنا فيها من خير وصلاح لوقعنا على الأرض ساجدين شاكرين حامدين قائلين ربنا إن كان هذا يرضيك فخذ. هذا منطق يريد لها، وإذا ما عندك صبر تحمل ما تقدر تعيش، تنهار. هي بليها واحد شوي ها، تدري أبدلهما الله عز وجل عن ذلك الولد ببنت أنجبت لهما 70 نبي من أنبياء بني إسرائيل. يعني صارت سلالة مباركة، اللي تشوفها تقول بلية، في عمقها الخير والصلاح
لكن تحتاج أن ينظر إليها الإنسان بعين الباطن ليعرف حينئذ حقائقها وأسرارها. رواية معتبرة ذكرها الشيخ الصدوق عليه الرحمة في كتاب التوحيد، وهي معتبرة هشام بن سالم. قال: علم، شاء، أراد، قدر، قضى، أمضى. ست مراحل الخلقة، ماكو شيء وجد اللي لازم يمر بهاي المراحل الستة. ثم قال عليه السلام: فأمضى ما قضى، وقضى ما قدر، وقدر ما أراد، وأراد ما شاء، وما تشاءون. شوف هالكلام النوراني، شعشعانية خاصة في كلامهم صلوات الله عليهم، كيف لا وهم صيارفة الكلام. عرفون شلون يحجون؟ هذا كلام ما تحصله، روح قلب الدنيا شرقا غربا، والله لو قلبت الخلائق ظهرا عن بطن لتجد لك أحدا يعرفك بواقع هذه الحياة نظرة إنصاف، فإنك لن تجد غير أهل البيت وهم محمد وآل محمد. احنا اللي نريدها المشيئة مرحلة الثانية، بس ما نقدر ناخذها إلا بأخذ الفصول الستة في الرواية. خلينا نجيب مثال لطيف خفيف يوضح ويلخص لنا الفكرة كلها. كيف الآن يدخل علينا واحد شباب فنان رسام مبدع، يقول والله أنا ناوي الليلة أرسم لكم لوحة زيتية فنية تشكيلية محكمة معبرة. لإنتاج هذا العمل يحتاج أن يمر بهذه المراحل الستة. أولها شنو قلنا؟ العلم، يشوف هاي لوحة أكو بيها فايدة أنا أسويها، لو خسارة مضيعة. فإذا تحققت المرحلة الأولى، علماء يسمونها العلم بالملاك، تأتي حينئذ المقدمة الثانية ألا وهي المشيئة. المشيئة شنو؟ المشيئة إنما هي إعداد الأسباب، تحضير أدوات، قمر حضر طاولة ومسطرة ولوحة وقلم أوراق وحبر ومقص وكذا وكذا. نقول ماذا؟ شاء الرسام أن يرسم اللوحة، لحين ما سوى شيء، مشيئة بس إعداد تهيئة تحضير. بعدها تأتي المقدمة الثالثة ألا وهي الإرادة. إرادة شنو؟ شروع حركة. كثير من شبابنا يشكو ضعف الإرادة، يقول أنا أريد. شتريد مئات الإرادات في اليوم والليلة، أصلا لكثرتها لا تشعر بها. شوف ما من فعل يصدر منك إلا بإرادة، تقوم تقعد تاكل تشرب حتى رمش العين، لو ما هي تآمر لا يمكن لهذه العين أن تفتح أو تغمض. إرادة الشروع حركة، كل شيء تحرك، الإيد تحرك، أدوات العين، الحواس. بعد الإرادة تأتي المقدمة الرابعة، شنو هي؟ القدر. واجد ناس يخافون القدر، مخيف مفزع، وهي كلها عالم أقدار. قول أنا ما أدري شو مقدر علي، أقذر شبابي خير وسلامة، لو ينقصف عمري وأطلع حسرة وندامة. القدر مخيف طبعه. تقدير، كل شيء مقدر في هالوجود. يلا قوم قدر الحين مساحة الورق، مقادير الألوان، شقد تريدها خفيفة نارية. بعد القدر تأتي المقدمة الخامسة ألا وهي القضاء. احنا عاد نعكس الآية نقول قضاء وغلط، ليش؟ لأن القدر متقدم رتبة على القضاء. انت أول قدر شيء خططه هندسة حتى تقضيه بعدين، باعتبار أن القضاء إنما هو إبرام العمل وإحكامه، مثل يقول
قضى القاضي. يعني ويش؟ قضية كانت معلقة سنوات، اليوم قضاها وخلصنا انتهينا. فقضاهن سبعة سماوات، أتمهن أكملهن، قضيت اللوحة، تم كملت، سواها خلاص نمشي. قال لا أصبر، باقي المقدمة السادسة الأخيرة ألا وهي الإمضاء. الإمضاء شنو؟ إزالة العوائق، دفع الموانع. شوف هاي لوحة إذا أكو بيها حبر سايح، خرابيش مرابيش كنويش، صفيها يزيلها شيلها حتى تصبح لوحة زيتية فنية محكمة متقنة معبرة، لا نقص لا عيب لا زلل لا خلل فيها أبدا. هذه هي صفحة الوجود. إذا تتأمل تؤمن أن وراء هذا الكون صانع خالق حكيم عليم قدير خبير مبدع متقن، ما وضع شيء إلا بمقدار بالدقة وازنها وزن. كل هذا الكون ذرة إلى المجرة كل شيء موزون، كل شيء مقدر، ماكو شيء عبث. إحنا ما نتفهم، خلل في عقولنا، نشوف بعض أشياء صغيرة ما نعرف معانيها، ذبابة حين حشرة بعوضة راح يقول أي ويش انت حي خالق لنا دنيا خوش دنيا، قوم تسوي لنا بعوض ذباب حشرات، هاي كلها شخابيط ما لها معنى، جلا سويتها مو احسن؟ مثل ذاك اذا سامع عن طالع ما ادري وين بلد وقال هاي ذباب كله بلا فايده، انا اسوي لكم مبيد اقضي عليه. اي والله سوى ذاك المبيد، رش الديرة كلها طشرهم، الناس استبشروا خير، هاي بلدة ما فيها دبان حضيض اللي يتمنى يعيش بها. انزين يوم ثاني واللي يشوفون كل واحد يطلع من باب بيته يطيح يحركونه ميت. يا عجب الله، الناس تموت من دون سبب. تعالوا فحصوا هالقضية، شوفوا هالبلية، جوك عادي تركضون، شغلوا أجهزة بياديهم فحصون ما أدري شنو عندهم، واللي يشوفون أوه الجو مليء غاص ديدان ميكروبات وجراثيم، هذا غذاء الذباب، تطاير بالجو تتغذى عليها، تقول مصفات طبيعية الله خالقها. وحين وش الحال؟ قال روحوا اشتروا لنا كيلوين ثلاثة دبان طشروها على الأوادم قبل يقتلونا، توا بدأوا يفتهمون ولحين ما فاهمين لليوم ما دارين أسرارها ولو ايش الله خالقها. أرقى تقنيات تكنولوجيا حديثة استخدمت اليوم لعلاج الأمراض المستعصية المزمنة الخطيرة كمرض السكر، ما لها علاج إلا هيجي رقات الذباب. أكيد طلعت أفلام وثائقية بثوها على الفضائيات، سلطونها على العضو يخلونها في زجاج، تقول يا سبحان الله تتغذى على العفن تصفيه تنقيه ويرجع على أفضل حال. وبعد لليوم ما دارين أسرار في هالكون هذا كلها، طبيعة إذا تبيها تحصلها وين؟ كلها عند أهل البيت. بس مشكلة ناس ما تبي اليوم، قل لهم جعفر ابن محمد والله علي ابن موسى، روح جيب لهم تشاكو باكو ماكو، خوش أسماء هاي استطربون إليه. نحن نؤمن بكل قطع وجزم ويقين والأدلة عندنا بأن أسرار الكون كلها مودعة عند مهدي آل محمد.
هي كلها أسرار، أنت من تملك أسرار الشغلة خلاص ملكتها بيدك. هاي الولاية اللي نسميها احنا نقول عنها ولاية تكوينية، لأنهم مطلعون على أسرار وخفايا لحين ما دارين. أي علوم تجارب مستحدثة، ذباب، عقارب، راح يقول وش مسوي لنا حيات، تلدغ، تقتل، تسوم، كان لا سويتها كلها بلا فايدة. هون تعكس الآية، هي هم تضج تعج تشكو بين يدي الله عز وجل، يا رب خلق دنيا خوش دنيا بس سويت بني آدم خربتها كلها ما منها فايدة. هذا هالإنسان أبو البلاوي رأس الإجرام، هو الذي سيعيث في الأرض، كلها دمرت سبت بني آدم. أخير بتسويه سوي لكن بلا أيادي، مو أحسن؟ لأنه إنما يعتدي علينا بيده، والحال أن كمال خلقة الإنسان شلون بعد سوي بدون أيادي ناقص، كما أن كمال خلقة الحية بسمها هي هم لازم بيها وسيلة دفاعية تحامي عن نفسها، واللي يجيبوا لك حية وش طولها وما في سم داخلها أي وش هاي ناقصة مو حية. شوف كما أن كمال خلقة التفاحة بحلاوتها كذلك تمام خلقة الليمونة، ولا يجيبون لك سحارة ليمون وكلها حلو كم تشتري، وكمال خلقة النار، ولا حلو نار وباردة هاي ويش، وكمال خلقة كل شيء بما أعده الله عز وجل. أقول لك نظام متقن ما في عيب ما في خلل، إذا بتشوف فيها شرور نواقص ومشاكل منا إحنا ترى إحنا نطز عيوننا، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت يد الله، لو أيديهم هم يتسببون، هم يتجنون، هم يعتدون، هم يظلمون، أما الله عز وجل حاشا ما خلق شيء بلا معنى، كل شيء له حكمة، كل شيء له مصلحة، حتى إبليس حتى إبليس راح يقول هذا وش هذا هذا تسوي انت حين خالق دنيا الى هدف تريدنا نعبد، انزين واذا حطيت إبليس على راسنا يعني وش سويت؟ نقضت الغرض. انت تدري لو ما خلقته كان وقع عليهم كل جنة جنة حتى ما نحتاج نار. ايوز وزنزين ويوسويس صدام حجاج هتلر يزيد شمر، شوف عاد هالأسامي لمن تسمعها ما تتوفق بدنياتك. أي حد يخلقهم هالنماذج هالصفحات السوداوية المعتمة هالظلمة هالطواغيت هوش فايدة منهم؟ كان كلهم تمسحهم أصلاً، ما الدعي وما الفائدة من خلقة أمثال هؤلاء؟ هو أنت تعال يعني وش تبي خبرني، يقول تبي دنيا لا فيها ظالم لا فيها مجرم لا فيها مذنب، يعني وش قصدك؟ تبي الناس كلهم صلحاء كلها أخيار كلها مؤمنين؟ صارت جنة هاي مو دنيا، اصبر باكر تروح هناك بتحصل اللي تبي. أما الآن إحنا افترضناها الدنيا اسمها فيها يعني عالم التضاد تصارع تنازع، كل شيء إليه ضد كل شيء إليه ند، والضد يظهر حسنه الضد يقول، وإنما تعرف الأشياء هاي كمال الحكمة. أنت لو تتأمل ما تقدر تعرف الأبيض إلا إذا شفت، تعرف حلاوة الحلو إذا ذقت مرارة المر، ما ينعرف الحار إلا إذا لمست البارد، ذكر أنثى صغير كبير سماء أرض شمس قمر حجر بشر كل آية كل شيء إلا واحد أحد فرد صمد لم يلد، هاي برهان النقيض له هو العمدة الأساس حجر الرصين المحور اللي تعتمد عليه سائر معارف الفكر البشري، من دون تنهدم كل حقائق ومعارف. هذا الله استخدمه ويانا ما يحتاج جامعة ولا حوزة، طفل أبو 4 سنوات إنما يدرك حقائق الأشياء بأضدادها.
لكي تعرف إيمان المؤمن وتعرف طيبة الطيب لازم تشوف الضد. هي عالم أضداد ليميز الله، بس هذه هي تمام الحكمة. الخبيث من الطيب هي القمة في الإبداع. احنا ايش علينا يعني؟ يمكن هو ما داري اصلا الظالم لا ويش الله خالقنا، نمشي على كلامه. اذا هو ما عارف وين الله حاشرنا، بل يمكن لسان حاله هو يعترض، يقول انا تخلقني انا سويني، تدري اذا انا تخلقني انا ساقتل الحسين، يلا بقى وش تبي؟ كان الله خلقني عدمتني من اول وفكيتني، تدري إذا أنا تخلقني سأهلك شعبا بأكمله، ما بليتني وبليت الناس بي، أليس إيجاد الظالم ظلم له؟ قل لا لا، ننقل المسألة على العكس تماما، بل عدم إيجاده هو الظلم بعينه. لما؟ سببين، عدالة حجة. شوي دير بالك ونختم. عدالة لأن ممكن الوجود عنده إمكانية هو أو لا، أكو بي شأنية أهلية انوجاد. إيه نعم، حسيني شو الدليل على إمكانية؟ أقول لك حدوثه أدل دليل على إمكانه، فلو لم يكن ممكنا لما حدث، لو كان عدما لما صار. سلب هذا الحق عنه يعني حق الانوجاد هو الظلم بعينه، وحاشا لله أن يظلم أحدا لا قبل خلقه. اثنين، حجة يعني باكر يوم القيامة، يلا يزيد قوم ادخل جهنم، لو ايش؟ قول ايه، لأن انت لو قدرنا وخلقناك في الدنيا كان بلوى تقتل حسين. وش الدليل؟ اعطني دليل. انا خب ما قتلت اصلا، تدري ينقلب العدل ظلم، تنتكس كل الموازين، لان ما يجوز قصاص قبل جنايه. همثل وضع الاستاذ مع طلابه، يقضي سنه كامل عام دراسي، خلصنا يلا وزع شهايد، يقول لا قعدوا اعطيكم لو ساعه واحده ويش امتحان، مع أن علم الأستاذ محيط بوضع طلابه ويعرف منه ناجح ومنه لازم يعيد وما يعيد، بس ما تتم الحجة. بكرة هم يتحججون عليه ليش وكيف وما كيف، يلا قعد. أنت قرر مصيرك بيدك، أنت اكتب مستقبلك، ترى هاي دنياتك كلها نازلين بس نسوي امتحانات، أدي وظائف، خلص مسؤولياتك وامشي، باكر هناك تأخذ شهادة. مو الله يودي أحد جنة أبد، ولا يقود أحد إلى نار، الإنسان بعمله هو يقود نفسه إلى جنة. إحنا اللي علينا خلقنا زودنا مكنا عطينا وحكمنا كنترول على رأسه يضبط إليه المسار هو وكيفه. يريد طريق الجنة، عاد بقول لك صعب، جنة تعبة بل هشغل، قومة وقعدة وصلاة وصيام وحلال وحرام، ويلا يا الله يشوف باب الجنة وحفة النار بالشهوات. عذاك طريق جهنم كلش سهل، لا شغلة ولا مشغلة، شوي طربق بدنياته وخربط في حياته يودونه. فإذا سلك طريق جهنم والعياذ بالله، انغمس انتكس في الذنوب والآثام، ذنب على ذنب على ذنب، سوي طبقة يقفل هالقلب هذا، يقول أم على قلوب. بعدين لو تنزل قرائن الدنيا ماكو فايدة، قست القلوب فلم تمل لهداية تبا لهاتيك القلوب. انسلخوا من إنسانيتهم، فقدوا هويتهم. القضية مو حرب، لا،
لا تفكر هالمعركة، لو قتل قتال كان نقول انتهينا خلصنا، قتل الرجال ذبح الأبطال وضعت الحرب أوزارها، يلا شيلوا على بلادينكم. بعد ما ذنب هؤلاء النسوة والأطفال حتى تغيروا عليهن في المخيمات وتشعلوها بالنار؟ هاي وش تسميها؟ هاي مو معركة، هذه ظلم باطش جور تعسف، والله تضيق كل الخانات عن فعلة كهذه. إش ماكو من جرائم أمور ارتكبت في تلك المجزرة البشعة، شبوهم بالنار، حرقوهم في المخيمات، تفاررنا النسوة والأطفال في البيداء يتصارخن وأحسن خلصنا. لا، ثم غاروا على تلك الأجساد المطرحة فمثلوا بها أشد تمثيل. أول رضوها بخيول وجابوا لك السيوف، يلا عاد قصصوا 79 راس كلها شالوها. أحد يقول لي ما يوصلون، أقول لك حتى الأطفال الصغار رضاع. جاء منادي القوم ينادي: يا ابن سعد إن للحسين طفل رضيع لا نرى رأسه بين الرؤوس. قال: ويحكم، فتشوا الأرض حتى هذا جيبوا رأسه، لعل الحسين وراه الثرى. جاءوا ينبشون التراب بقوائم سيوفهم ورماحهم خلف المخيمات، يقول أحدهم: وإذا بي أشعر أن الرمح قد ثبت في شيء تحت التراب. سحبت ذلك الرمح وإذا به قد ركز في صدر الرضيع. استخرجوا وما تركوا إلا بعد أن احتزوا رأسه ورموا بجسده على صدر الحسين. رفعت زينب رأسها وإذا بالدماء تتقاطر أمام عيني. من وين جاي هالدم هذا؟ من شيبة الحسين. جثت على ركبتيها، لطمت صدرها بكلتا يديها، صرخت ونادت: حسين. لكن ما إن صرخت زينب بهذه الصرخة وإذا بكعب الرمح بين كتفي. يا علي يا علي، وقائل يقول: زينب ذهب المانعون. يلا قومي عنك فقومي وألفي بعد عزك الأغلال، يا أنت مسبية على كل حال، فألفي بعد عزك الإذلال. وشالوها ورأس الحسين قدامها 40 يوم إلى أن تمت سفرة الأحزان والآلام، رجعت بي إلى أرض كربلاء وعرج على قبر الشهيد. صار لصياء ونا ونا، عرج على قبر الشهيد. صار لصياء والعابد السجاد من فوق الجمل طا، زينب تنادي: يا عز وخرت على قبره بيتامها سويه. وحسين
رمت زينب نفسها على قبر الحسين، قامت تعتفر في شباب القبر، ظلت تنادي يا يتامى ويا نساوي هيلوا تراب القبر بدخل انظر حسين، ها بنظر تشفن لو بقى من غير تجفن، واسكن مع ولاريد هالدنيا الدنيا. ثم مدت زينب يديها إلى تحت عباتها، استخرجت شيئا، أخذ الناس ينظرون ماذا لدى مخدرة علي، وإذا بها قد استخرجت رأس أخي الحسين. نظروا إلي مكسر الثنايا، يا علي مرضوخ الجبين بالحجا. عم جيبي جيبي جيبي، تناول الرأس المطهر، أشار بيده، عم تنحي ناحية، وش بتسوي يا نور عيني؟ قال بفتح باب القبور، أخاف على قلبك أن ينصدي. تنحت زينب ناحية، انحنى زين العابدين، حفر حفرة عند مقدم القبر الشريف، ثم أنزل رأس أبي حتى ركب الرأس على الجسد. هاي وحدة جاية، منو هاي؟ الرباب. الرباب يلا هالمشهد وأسألك الدعاء. قامت عاد تحكي وياد، قل لي يا سجاد يا سجاد، انا طلبك رضيع من القبر طلع. ام وفاقده ولا يسمونها الثكلة، الثكلة. سامع الام اذا تنعي على ولدها. يا سجاد انا طلبك رضيع من القبر طلع، قبل نمشي يا ابو محمد خليني ابا ودع، قلبه من العطش ذايب ابا اقعد ساعة برضع. يقلها شلون بترضعيه والأوداج متقطعة؟ آخ آخ رباب، أنا ما نزلت الرضيع إلا والسهم في رقبته. صاحت هالقبر فتحوا، خلوا خلوا باب القبر مفتوح، صاحت هالقبر فتحوا بشيل السهم من نحرة، سكنة جذبة الولى يا ويلي وصرخت بحسرة. اسمع يا يم حسين ما يرضى نشيل الطفل عن صدره. قامت عاد تحكي ويا الولد، ها شو تقول له؟ يا عبد الله المهد خالي وجبدي عليك متفطرة، ايش ذنبك بالسهم مفطوم من الماء مشربت قطرة، وتاليها مع المظلوم وممدد على الصدرة. بويا لا ترفس برجلينك، ابوك اعضاه متكسرة. أعيدة وتاليها مع المظلوم ومدد على الصدر. بو يا حبيبي عبد الله لا ترفس.
الله لا ترفس برجلينا كبوك عظاه متكسرة أنا سهل مطالبنا خذ لنا بحقنا ممن ظلمنا إلهي ارحم شهداءنا الشهيد السعيد الفقيد الشاب الغالي اللهم ارحمه برحمتك أسكنه الفسيح من جنتك لقيه منك رحمة ورضوانا إلهي اشف صدره بالحسين نور قبره بنور الحسين ثبت له عندك قدم صدق مع الحسين وأصحاب الحسين وارزقه اللهم شفاعة الحسين يوم الورود واخلف على أهله في الغابرين وعندك نحتسبه يا رب العالمين إلى روحه وأرواح موتانا موتاكم من مات على الإيمان بالخصوص إلى جميع شهدائنا الأبرار نهدي لهم هذه الليلة ثواب المباركة الفاتحة مع الصلوات.